نعم. فضيلة الشيخ، يعني ما حكم إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة؟ إيش؟ إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة، أمر واجب الوالد مع الوالدة، إذا تعارض أمر الوالد والوالدة فيجب أن تداريهما وأن تقضي شغل الوالد وشغل الوالدة. فإذا تعذر ينظر أيهما أكثر ضررا إذا خلفته، فإن كان الأكثر ضررا الوالد فاقضي حاجة الوالد، وإن كان الأكثر ضررا الوالدة فاقضي حاجة الوالدة، وإن تساوي فقدم الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. نعم.